اعقلي يا نوره وما تهديش البيت. انت اللي طربقته على دماغنا يوم مرضيت بالقرش الحرام. انا عايز اضمن لنا مستوى اجتماعي كويس. عايز تضيعنا دنيا واخره عشان شويه منظره. منظره؟ هي العيشه الحلوه تبقى منظره؟ يا بنتي في ناس بتموت من الفقر وبينداس عليها، احمدي ربنا بقى على اللي انت فيه. احمد واشكر فضله انه بينك على حقيقتك بدل ما كنت ضيعت عمري كله معاك. ياه للدرجه دي؟ يا خساره. كنت فاكرك مختلف لكن طلعت زي الباقيين. بطلي بقى كلامك المثالي ده وفوقي. احنا في زمن ما يعرفش الرحمه. يمكن انت ما حسيتيش بحاجه زي دي لانك طول عمرك مولوده وفي بقك معلقه ذهب. انما انا لا. انا ياما نمت من غير عشاء. ياما اتمنيت ان تكون لي لمبه تنور لي لوحدي بدل المذاكره في الشوارع وتحت العواميد. عارفه يا نوره ايه المشكله اللي بيني وبينك؟ انك طول عمرك باصه للدنيا من فوق انما انا شفتها من تحت. عشان كده انا ما عنديش استعداد ابني يشوف اللي انا شفته. انا عندي يموت في بطنك ولا ان ينزل ويتعذب بفقر. ايه للدرجه دي الفلوس مهمه عندك قوي كده؟ الفلوس هي الحياه. انا لو معايا فلوس همتع نفسي ومتعك ومتع ولادنا. لكن لو معيش ساعتها ممكن افكر اقتلكم من شده الفقر. تقتلنا؟ هو انت ما سمعتيش عن الناس اللي بتقتل عيالهم عشان مش لاقيين ياكلوا؟ تبيعلي ابننا بكام يا رؤوف؟ ايه؟ ابيعلك؟ ايوه انا عندي الفلوس وانت ليك حق في ابننا اللي جاي وانا مستعده اشتري حقك ده فيه ونفترق. انت خريف اللي انت بتقوليها دي؟ انا لا يمكن اعمل كده. وبعدين ده عرض غير مشروع. هديك 2 مليون على المليون اللي معاك وتتنازلي عن ابننا تنازل لا رجع فيه. ايه؟ هتكتبيه باسم واحد تاني ولا ايه؟ حاشا لله. انا برضو بعرف ربنا. هيكتب باسمك. لكن حضنته والوصايا عليه لحد ما يكبر هتكون عليا انا. ومالكش حق تشوفه الا باذن مني. انت ازاي تعرفي ربنا؟ وانت عايزه تفرقي بين اب وابنه؟ هديك 5 مليون يامنوا لك مستقبلك لاخر العمر. وابني بقى يا سيدي اعتبره بعد الشر مات في بطني. بعد الشر يا شيخ؟ مش انت اللي بتقول؟ ده لو انا فقير. انما انا لو غني اكيد هبقى عايزه يعيش معايا. الدنيا ما بتديش كل حاجه يا رؤوف. في لحظات لازم علينا نختار فيها بين الحاجات ونحسم امرنا. انا مش متخيل انت ازاي بتعرضي عليا عرض زي ده. اخر كلام هخليهم 10 مليون. لو قبلت هنتمم الموضوع مع المحامي. ولو ما قبلتش بقى ابني برضه هيفضل في حضني. وتبقى تاخده ده لو عرفت تاخده بعد السن القانوني. ده تحدي بقى. انا دلوقتي بطلب منك بالتراضي. انما لو فشلنا فانا عشان مصلحه ابني ممكن اعمل اي حاجه. يعني مفيش امل نكمل مع بعض؟ اللي انكسر عمره ما يتصلح يا رؤوف. قلت ايه في العرض بتاعي؟ سيبيني افكر. ايه ده؟ في ايه؟ ده كشف حساب باسمي. اكيد المال الحرام اللي اخوكي حاطه في حسابنا في البنك عايز يأمن دنيتنا ويخسرنا اخرتنا. يا نهار ابيض. في ايه يا بنتي؟ وقعت يا قلبي. في 1,000,000 جنيه مسحوبين من حسابي. 1,000,000 جنيه؟ انسحبتيهم؟ ابدا والله يا ماما، ده انا حتى مش حطاهم في دماغي. امال مين اللي سحبهم؟ يبقى اكيد رؤوف. رؤوف؟ ورؤوف سحبهم ليه يا فوضى؟ اصل انا يا ماما عملت له توكيل. عملتي له ايه؟ توكيل؟ يا خطك القوية! انت ازاي يا استاذ تسحب من حساب بنتي اللي في البنك من غير ما تعرفها؟ اولا دي مراتي، يعني فلوسها فلوسي بالظبط. ثانيا بقى هي عاملة لي توكيل. يعني انت فعلا سحبت فلوس؟ ايوه سحبت فلوس، ولا هكذب ليه يعني؟ بس انت كذبت عليا. فهمتني انك هترهن الشقه عشان كده انا عملت لك توكيل عام. اعمل لك ايه يعني؟ ما انت لا كنت عايزه تقتنعي ولا تفتحي مخك. تقتنع؟ تقتنع بايه؟ يا استاذ الجامعه يا مربي الاجيال انت تعمل كده؟ حياتك يا طنط بقى ما تفكرنيش بالتاريخ الاسود ده. يا شيخ اسود على دماغك، اخسى عليك. انا لو كنت اعرف كده ما كنتش جوزتك بنتي. هو انا عملت ايه لكل ده؟ الفلوس دي انا استلفتها عشان ابدا بيها المشروع بتاعي. اول ما المشروع بتاعي يجيب فلوس هبقى ارجعه. هو انا يعني هاكل حق مراتي وامتني وابنك اللي جاي هتاكله مال حرام؟ وايه الحرام في كده؟ الفلوس ده انا استلفتها منها وهتعب واشتغل عشان اردهم. فين بقى الحرام ده؟ بس انت عارف ومتاكد ان اصل الفلوس دي جايه من طريق مش حلال. وانا مالي؟ افرضي دلوقتي ان انا مصاحب واحد حرام والحرامي ده قرر يسلفني فلوس وانا مزنوق، يبقى الفلوس اللي خدتها منه دي حرام؟ دي فلوسه هو وهو اللي مديها لي. ايوه اديك انت اللي قلت اهو، هو اللي اديها لك من غير ما تتحايل عليه. انت بقى عملت مع بنتي غير كده خالص، قعدت تلف وتدور لغايه ما خدت مرادك. ماشي يا فندم، هنبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده بعدين.
يلا نور عشان اروح بيتنا. طلقني. اتجننتي؟ تبقى مجنونه لو قعدت معاك ثانيه واحده. يا حاجه خليكي محضر خير. انت غشتني وخدعتني. ازاي عايزني اعيش معاك بعد كل اللي عملته؟ يا نور الغلط مردود. وقلت لك فلوسك هرجعها لك مش هاكلها عليكي. انت ازاي عايزه تصدقها؟ بعد ما ضحكت عليها وخدت كل فلوسها. يا حماتي ارجوكي ما تشعللهاش. انت اللي شعللتها وعايز تحط ايدك في النار وتحطنا معاك. نوره تعالي يا حبيبتي نروح نكمل خناقتنا في بيتنا واحنا بابنا مقفول علينا. فتحت باب مش هيتقفل ابدا. ولا فاكرها خناقه وهتروح لحالها. انا لا يمكن اروح معاك عشان تاكلني من حرام. تاني هتقولي حرام. تاني وتالت وقلب. بص يا رؤوف انا حبيتك ورضيتك اتجوزك عشان حسيت انك انسان محترم هتصوني وتحطني في عينيك. لكن للاسف طلعت عكس الصوره اللي رسمتها لك. صدمتني فيك. مش انت بس اللي صدمتي فيا، انا كمان اتصدمت في نفسي. خلاص يا ابني طالما انت اصطدمت في نفسك وحاسس بغلطتك رجع الفلوس دي وتوب الى ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تصاب بلعنه الفلوس. مفيش فلوس هترجع. انا ما صدقت بقى معايا راس مال عشان ابدا مشروعي. انا عشت محروم من الحلم ده ومسجون في الروتين بتاع التدريس. اكتشفت اخيرا ان ضيعت عمري كله في شويه نظريات على ورق. ما دخلتش الحياه العمليه عشان اللي معاهم راس مال مش محترفين بافكاري. غير بقى شويه العيال اللي دربتهم وعلمتهم لحد ما بقوا من اكبر رجال الاعمال. واخرتها يجيبوني اشتغل عندهم بشويه ملاليب. هي دي صدمتي الحقيقيه يا نور. عشان كده انا لازم اتغير. حتى لو هتسرق حق مش حقك؟ اسرق حق وابقى قوي بدل ما افضل ضعيف وما اخدش حقي. خساره كل لحظه حبيتك فيها. استني يا نور رايحه فين؟ استنى انت. اخس اخس عليك. معقوله؟ معقوله الفلوس تغير النفوس بالشكل ده؟ ما تلوميش عليا يا حاجه. لومي على الزمن اللي خلانا نخرج من جلدنا ونبقى ناس غيرنا. وكل ده عشان نعرف نعيش. كلكوا زي بعض. انتوا ايه؟ عايزين تبقوا اغنياء من الهوى؟ مدين ودانكوا لشياطينكوا؟ مش راضيين بعيشتكوا؟ ده ربنا قسم لكم حاجات كتير قوي انتوا مش راضيين بيها. حد في الدنيا يعمل لحد توكيل عام وكمان بنوك؟ جوزي بقى وكنت واثقه فيه. للاسف مبقاش في اي حد في الدنيا دلوقتي يستاهل الثقه دي ابدا يا مدام نوره. المهم هنعمل ايه؟ من بكره ان شاء الله انا هلغي التوكيل اللي انت كنت عامله له وهمشي في اجراءات دعوه الطلاق. وافرض رفض يطلق؟ يبقى مفيش قدامي غير انك انت تخلعي نفسك. والطفل اللي في بطني؟ الطفل اللي في بطنك ده من حقك انك انت تحتفظ بيه لحد ما يبقى عنده 13 سنه. وبعد كده من حق ابوه ياخده ويعيش معاه. لا يا متر ارجوك انا ما اقدرش ابعد عن ابني ابدا. دي بقى ليها حلول تانية مش وقتها دلوقتي خالص يا مدام نوره. المهم دلوقتي احنا بنتمم الانفصال وبعدين نبقى نتكلم في اي حاجه تانية. طب المليون جنيه هنخليه يرجعهم ازاي؟ يرجعهم؟ اللي راح ما بيرجعش يا مدام نوره. خلاص مش هنقدر ابدا نطلبه بيهم دلوقتي. يعني مفيش اي وسيله نضغط بيها عليه تخليه يرجع الفلوس؟ للاسف لا. موقفه قانون سليم. ده وكيلك من حقه السحب والايداع في اي وقت. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ازيك يا نور؟ اتاخرت كده ليه؟ ايه يا نور؟ ليه يا حبيبتي تخرجي لوحدك وانت حامل كده؟ طمنينا. الدكتور قال لك ايه؟ واد ولا بنت؟ انا ما كنتش عند الدكتور. امال كنت فين؟ كنت عند المحامي. ما انتوا بقى لو معانا وحاسين بينا كنتوا عرفتوا. عرفنا ايه؟ نورا هتتطلق. ايه؟ تطلقي ليه؟ ابن الحرام. صحيح اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. معقولة رؤوف يعمل كده من ورانا؟ بس لما اشوفه ايه اللي وريته؟ لو سمحتوا مش عايزة حد يتدخل في الموضوع. يعني ايه ما حدش يتدخل في الموضوع؟ هو انت ما وراكيش رجالة؟ ده لازم يتربى. ما تنسوش اني حامل منه. ومهما حصل ده يبقى ابو ابني اللي جاي. نورا حبيبتي، هو انت عايزة ترجعي له؟ لا طبعا. بس ايه؟ عايزة ننفصل بهدوء ومن غير مشاكل. عشان ابني اللي جاي ما يتأثرش. كده كده ابنك هيفضل في حضانتك مهما حصل. لحد امتى؟ لحد ما يبلغ السن القانوني 13 سنة. وبعد كده من حقه انه ياخده، مش كده؟ ايوه يا نورة، القانون بيقول كده. بس أنا مش هتنازل عن ابني. فاهمين؟ مش هتنازل عن ابني أبدا. طب اهدي، اهدي يا حبيبتي. أنا من رأيي نتفاهم مع رؤوف ونحل الموضوع ودي. بالراحة يا حبيبتي، ده كلام سابق لأوانه. احنا فين وسن ال 13 ده فين؟ لا مختار ما ينفعش، لازم كل شيء يبقى واضح ومعروف من دلوقتي، لازم نقطع عرق ونسيح دمه. يبقى نسيح دم رؤوف اسهل. يا اخي بطل التهور والعصبيه بتاعتك دي. ده واد حرامي،
ده سرق مننا مليون جنيه. يا سيدي ياخدهم يشبع بيهم، مش عايزينهم. انما نرد على الغلط بغلط اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، احنا هنتصرف في الموضوع ده، هنقعد مع رؤوف ونلاقي حل ان شاء الله.